هاي ماميز، كيفنا اليوم؟ اليوم يا مامي الفيو دغري بالطنجرة. لح نعمل مع بعض رز بحليب. كل ما بتشوفوني على الانستغرام عاملة دايت باكل رز بحليب. انا بس اعمل دايت، بحب اكل رز بحليب، يعني بعمله لايت وبحط سكر دايت وهيك، بحسه خفيف وكاسة بتشبع يعني. والرز يلي بينحط منه هالكمية الكبيرة، وخصوصي انه ما في غيره بكل النهار. قررت اعمل رز بحليب واعلمكم رز بحليب على طريقتي وكيف انا بعمل رز بحليب. شو كنت كمان بدي اقول لكم يا ماميز؟ يلا خلونا نبلش. اول شيء يا ماميز، معنا نص كباية رز مصري، اوكي؟ نص كباية رز مصري. إذا أنتم جداد على قناتنا ما تنسوا تعملوا لنا لايك وتعملوا شير وسبسكرايب للشانل وتكبسوا على زر الإشعارات اللي تحت علشان يوصلكم كل جديد أنا بنزله. وصحيح أنا مش قناة طبخ، بس أمرار بعمل وصفات حلوة وسهلة وسريعة، وححط لكم كم وصفة فوق، روحوا شيكون يعني. هلا النص كباية رز حنحط لها كبايتين، اوكي، كبايتين مي، بس انا هيدي نص كباية مشان هيك رح احط اربعة، لانه هاي نص كباية مش كباية، اوكي. حنترك الرز اللي عنا لا يستوي وتنشف المي اللي عليه مبدئيا، اوكي. هخبركم على باقي الوصفة. الرز بحليب يعني عندي خالة، ما بعرف بتحضرني ما بتحضرني، لأنه صراحة ما بتفضل، يعني هي اكسبرت بالرز بحليب. يعني لما تقولوا رز بحليب بتقولوا خالتي. دايما كل ما اعمل رز بحليب بتسكره صراحه. حنجيب غطا نغطي الطنجره ونشوف باقي المكونات. يلي عم يعمل دايت يحط سكرين، او شو بتقولوا، ستيفيا. ويلي ما عم يعمل دايت بحط نص كبايه سكر عادي، اوكي، نص كبايه سكر عادي، السكر الطبيعي. واذا عم تعمليه فيك تحطي سكرين، بس انا حاطه بس اربع ظروف ستيفيا. هون عندي نص كباية نشا، نص كباية نشا. هلأ ممكن تاخد الثلاث ارباع كباية حسب انت بتعرفي نوع النشا اللي عندك اذا منيح ولا نص نص يعني، بس هي بتاخد نص كباية نشا. كل الوصفة حكتب لكم اياها بالدسكريبشن بوكس تحت. وعنا حليب ناضج، سكيمت ميلك لتر، لتر حليب مثل ما هو، كل اللتر حنحطه مع بعض، اوكي. وهون تركين الرز لينشف ميته، اوكي. هلا بدي زيد الحليب، اللتر كله حزيده. very nice. سوري يعني انا ما كثير زدت اللتر الحليب كله، بحرك هلا الرز وكله بده شو يا جماعة؟ بدنا نحركه بالهيدا. بس خلونا قبل ما يسخن الحليب نزيد نص كباية نشا، نص كباية نشا حسب الحليب اللي عند النشا اللي عندك اذا منيح ولا ما منيح، بس هو نص كباية نشا، اوكي. وبعد النص كباية نشا ما حركناها حنحط نص كباية سكر عادي، سكر السكر بتحطه نص كباية، اما انا حاطة سكر الدايت. هلا بما انه زدنا الحليب وكل شيء بدنا نضلنا نحرك، ما حنحرك
حنحرك بيه هاي. انا بنوصل النار تحته على الاخير. لحتى بدنا تضل ايدك فيه نار متوسطه، لا عاليه ولا خفيفه، بالنص. الله يرحمها ستي، كانت كل ما تعمل رز بحليب وهيك تقعد تدعي علشان بياض الحليب. تعرفوا الناس الكبار بالعمر بصيروا هيك، بس يشوفوا بياض الحليب بصيروا بيدعوا دعوات حلوة. رح نضلنا نحرك. هلا بدي فرجيكم ايه كيف الحليب بلش يجمد. شفتوا هلا هون فيكم تزيدوا مسكه او مستكه اللي بيكون لونه ابيض، حبوب مسكه بتنزيد. اوكي انا هلا شوفوا الحليب ابدا، هيدا النشا شريته جديد كتير منيح، احسن من النشا القديم يلي كان عندي. هلا شوفوا شو حزيد مزهر، نقطة مزهر. يلي بحب يزيد مع الأصغيرة مزهر اوكي ما في مانع، انا ما كتير بحب طعمة المزهر، حزيد نقطة بس. يا الله ريحة المزهر ريحة بيبيات، كأنه ريحة بيبيز بحس مزهر يعني بيبي. وهيك بدنا نشيلها عن النار ونسكبها. وهلا عندي كبيات، هلا فيكم تجيبوا فناجين يعني كاسات اوكي، بس انا جبت هول كبيات. ليه هي هيك الكبايه؟ يلا نبلش السكب. بسم الله. يا ويلي ريحة المزهر كتير حلوة، اصلا ريحة الرز الحليب كتير حلوة. صدقوني حابعت هيدا الفيديو لخالتي، يعني عم بسكب المزهر واتذكرها. سامعين الضجة وراي؟ سيمفونيات شغالة. هيدا انا لما اكون شو بيقولوا لما اكون حايصة بدي اكل شي سويت شي حلو وما عارفة وانا عاملة دايت. هيدا الرز بحليب. هلا بدنا نفوته على البراد، بس قبل ما نفوته على البراد في خدعة سحرية لازم نعملها، انه لازم نغلفه علشان الرطوبة.
اوكي عشان ما يجمع مي فوق الحليب. سو نتركه شوي ليبرد شوي ليبرد وبنغلفه بألمنيوم فويل. بعد ما نغلفه بألمنيوم فويل نتركه ليبرد اول، بعدين بنغلفه بألمنيوم فويل. هلا حفرجيكم في شيء، خدعة سحرية بدي فرجيكم اياها. نحن عادة 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 بلبنان نعمل هيك. مين بيعمل؟ بيجتمعوا الولاد ومنعيط للولاد ومنجمعهم ومنعطي كل واحد معلقة صغيرة ومنخليهم ياكلوا من الطنجرة، من قلب الطنجرة هيك. يعني بتعملوا هيك انتو؟ يعني هيدا شو بدي قلكن، احساس الطفولة، احساس السعادة، يعني فظيع. دقيقة دوقة اشوفها اذا طيبة اصلا. اكيد طيبة. عالمية على فكرة، والله عالمية. بعرف انه رز بحليب بس عالمية. قولولي انتو بتعملوا هيك؟ عندكن هيدي العادات انه لازم طنجر، لو كستر، لو شو ما كان، يعني ما ضروري رز بحليب، كستر، اي شيء. عم تبتسم لين حدي. بتجيبي لي ألمنيوم فويل بليز. هاي اجباري. روعة صراحة، رائعة رائعة. هلا رح نقصقص الألمنيوم فويل. نحن بنقول له سانيتا، في ناس بتقول له ورق قصدير. اوكي، كل حدا ما بعرف، كل بلد بيقول له شيء. كمان اكتبوا لي تحت انتم شو بتقولوا للألمنيوم فويل. بنجيب الكباية اللي عنا ونغطيها بالألمنيوم فويل. هاي صغيرة هون. اوكي، هاي منيح. بنغطيهم كلهم هيك وبعدين بنحطهم بالهلين وبسلين هون حدي هيك، وبنفوتهم كلهم على البراد شي 4 ساعات وبعدين بنرجع بنلتقي انا وياكم. وهيدا يا ماميز طلع هيك الرز بحليب. رح فرجيكم هيدا تاني يوم على فكرة الصبح. نحن انظروا شوفوا قلبه. بيرفكت. على فكرة بيعقد. أطيب مرة بعمل فيها الرز بحلم. عنا مثل بلبنان بيقول ما حدا بيقول عن زيتاته عكرين، بس جربوه. إذا جربتوه اكتبوا لي تحت بالكومنت. وهلا بنهاية هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير، سبسكرايب للشانل، تتركونا كومنتات حلوة تحت، ومثل العادة بحب لكم. ميرسي، أورفاي.